فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، طيب خلونا نبدأ باستقبال الاتصالات الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم أبو محمد. أحبك في الله يا شيخ شعبان. أحبك الله يا سيدي الذي أحببتني فيه. لو سمحت عندي سؤال. أنا كنت أشتري سلعة من البنك، والبنك أدفع لي ثمنها، وانا هنسدد البنك عن طريق مرتبي بس بنسبة اعلى من اللي اشتراها لي هو، فما حكم الدين في ذلك؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك؟ الله يكرمك يا بنتي. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في القناة واللي عاملين عليها يا رب، ويسد الدين اللي عليها، اللهم امين يا رب. الله يكرمك يا ام محمد، الله يبارك فيك. تفضلي. تفضلي يا ام محمد. اخونا هاني. يا اخ هاني السلام عليكم. اخونا هاني السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. مرحبا، الله يكرمك، الحمد لله. ممكن نسأل سؤال؟ تفضل. ما حكم لو واحد صلى خلف إمام وما قدرش يتم الفاتحة والإمام ركع، فهل يتابع في الركوع ولا ينتهي من الفاتحة؟ حاضر. وما حكم القنوت في صلاة الفجر يا شيخ؟ حاضر. وما حكم رفع اليدين أثناء خطبة الإمام؟ حاضر. السلام عليكم. قناة الندى. نعم تفضلي. عايزة أكلم الشيخ لسان. الشيخ معاك، الله يكرمك يا بنتي، تفضلي. تفضلي. تفضلي يا أختي، أنا معاكي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال. جوزي مسافر بره مصر. كويس. وقال لي أنت طالق في رسالة. أيوه. وبعد كده قال لي رضيتك. ايوه. فانا عايز اعرف الحكم، الطلقه اتحسبت وفي كفاره ولا هو في طلاق قبل كده ولا شيء؟ في طلاق قبل كده يا بنتي؟ لا يا شيخ، اول مره. طيب يا بنتي، خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امه الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لك يا عم الشيخ، لو انا مثلا في حد مش مسامحاه وقلت حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص ده، فهل حرام ان انا اذكر اسمه يعني ولا حسب؟ بس ده سؤال. السؤال الثاني، هل الشقق اقدام يعني ما ينفعش شقه يقولوا قدامها وحش ودي قدامها حلو؟ والسؤال الثالث، لو واحده جالها الحيض في العمره ومش هيروح الحيض الا بعد ما تروح مصر، يعني هل ينفع انها تعمل العمره؟ والسؤال اللي بعد كده، في واحده يعني قابلت اخت فقالت لها قولي وانت ماشيه من الكعبه ان الذي فرض عليك القران لردك الى ميعاد،
قولي 3 مرات عشان ترجعي تعملي عمرة كذا مرة يعني. والسؤال الأخير، إن كان في أخ اتصل بك يوم الثلاثة اللي فات أنك على رؤية بتاعة تكفين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان نفسنا نسمع تفسيرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمنا. إني أحبك في الله يا شيخ. الله يكرمك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. جزاك الله خير على هذا البرنامج يا أخي، وطال الله في عمرك. تفضل يا أخي، الله يكرمك، بارك الله فيك، تفضل. يا شيخ لو سمحت عايز أسألك، عندي زرع كده تحت البيوت في الأرياف، لمغزى أكرمك الله، الكلاب عم تخش بتخرب جوه. نعم. فجازوس سماها أم لا؟ حاضر. وجزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. الله يكرمك. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا لي سؤال بس هو معقد شوي. معقد؟ يعني فيه هو بس سؤال عن المواريث. بس تقدري تختصري ولا تخليه على التليفون الخاص؟ لا ما أنا ما صدقت كلمت حضرتك بصراحة. طب أنا هقول بسرعة. طيب. دلوقتي كان فيه شخص متزوج وجاب إيه ولد وبنتين، بنت منهم ما خلفتش والبنت التانية خلفت وماتت، وبعدين جه والدهم اتجوز واحدة تانية وخلت منها 3 بنات، التلات بنات بنتين ما خلفوش وبنت خلفت، ورجع تاني الشخص ده امهم ماتت واتجوز هو واحدة تانية جاب منها ولد. دلوقتي يا شيخ مين اللي يورث في حالة البنت الأولانية؟ طبعا البنت الأولانية دي لما والدها اتجوز يعني مرات أخوه، يعني هم دلوقتي اخوات وولاد عم في نفس الوقت، حضرتك فهمني؟ يعني هم في المرة الأولانية اتجوز مرات أخوه. طيب. وجاب منها الميراث اللي انت بتسأل عنه ده ميراث الأب؟ لا، ميراث الأشخاص اللي هم ما خلفوش. لا يعني الراجل مات. الراجل الجد مات وكله مات. بتسألي عن ميراثه. احنا دلوقتي بنتكلم في ميراث الإخوة، الأخت اللي ما خلفتش دي. هما دول إخواته ولا بناته؟ لا يا شيخ ده هما هي بنته يا شيخ، بنته. بنته مش أخته؟ لا بنته. يعني إحنا بنتكلم عن ميراث ولاده، الصبيان والبنات. ميراث ولاده، هو دلوقتي ما كانش عنده حاجة، هو وزع عليهم ميراثهم كلك. البنت اللي ما خلفتش دي ليها إخوات. أنت قصدك ما خلفتش وماتت يعني؟ هي ما خلفتش وماتت. طب ما هو مش بتوضح ان فلانة دي ماتت وسابت ولاد بنت، صح كده؟ أيوه. يعني اذا انت بتسألي عن ميراث الولاد اللي امهم ماتت في حياة الراجل، صح كده؟ لا مش صح كده. طب بصي بقى، خدي بقى تليفون الكنترول، هديلك التليفون وبكلميني بقى على التليفون الخاص عشان ما نضيعش وقت البرنامج في الاستفسارات. بنتنا نجوى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا وسهلا. لو سمحت. تفضلي. أنا عايزة أعرف ابني جايب عربية سفر كبيرة، نصها من فلوسنا احنا ونصها من البنك، ينفع أعتمر منها؟ ينفع إيه؟ أعتمر منها. أنت بتقولي نصها إيه ونصها إيه؟ نصها من البنك. نصها ايه؟ احنا دافعين حقه. نصها ايه؟ نصها احنا دفعنا نص العربية، تمن العربية. ونصها من البنك. من البنك يعني. نصها من البنك ونصها احنا دافعين حقه. حاضر. بينا قرطين ارباح. عايزة تعتمري يعني؟ يعني ابني عايز يخليني اعتمر منها يعني. طيب ماشي. ماشي يا بنتي، حاضر. اسمعي اجابة ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب هنبدأ نجاوب أسئلة إخواننا أخواتنا. أبو محمد الله يكرمه بيشتري سلعة من البنك، يعني بيشتري سلعة عن طريق البنك، البنك بيدفع القيمة الكلية وبعدين بيقسم عليه قيمة السلعة مضافا إليها فائدة بنسبة معينة، مثلا نسبة 5% 10% أكتر أقل. والراجل الطيب الله يكرمه بيسأل المعاملة دي صحيحة ولا غير صحيحة. فأنا أقول لعمنا أبو محمد لا تفعل هذا يا عم أبو محمد إلا في ضرورة الضرورات،
يعني لما يكون سلعة ضرورة الضرورات في هذه الحالة نلجأ إلى القصة دي، لأن القصة دي باختصار هي نوع من أنواع القرض من البنك بفائدة، هي نوع من أنواع القرض من البنك بفائدة. ليه؟ لأن البنك أصلا ما بيبيعش، البنك ما عندوش سلع، أنت بتشتري من مكان آخر بس عن طريق الـ 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 الورقة أو الفيزا اللي بيديها لك البنك. لكن البنك نفسه لما نروح احنا على مقر اي بنك اللي هم عايزين مثلا نشتري تلاجة ولا غسالة، لا ما عندهمش. فالبنك نفسه لا يتجر ولا يبيع ولا يشتري، انما يمول عملية الشراء اللي حضرتك بتشتريها. بيمولها ازاي؟ انه بيدفع القيمة للشركة اللي انت بتشتري منها، وبعدين بيخصم منك عن طريق شغلك من المرتب اخر الشهر. فده نوع من القرض بفائدة. فاحنا مش عايزينك يا عم ابو محمد تلجأ الى هذه الطريقة إلا عند ضرورة الضرورات. ليه؟ عشان نتقي الشبهات على الأقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، مع أنه لسه بيقول عليها شبهة، لكن لأنه الإنسان متجرئ عليها دون أن يتقي هذه الشبهة التي تحفظ عليه دينه، فإنه في هذه الحالة تنقلب الشبهة في حقه إلى حرام والعياذ بالله. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإحنا عايزينك يا عم أبو محمد تتقي الشبهات حتى تستبرئ لدينك وعرضك، ولا يلجأ الإنسان منا إلى مثل هذه الشروات إلا عند ضرورة الضرورات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأخ هاني الله يكرمه يقول المأموم خلف الإمام بيقرأ الفاتحة ولم يكمل الفاتحة بعد، فالإمام ركع، فماذا يفعل؟ يركع فورا مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. طيب أخونا هاني يقول بس أنا لسه ما كملتش الفاتحة، والحديث المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنا معاك إن الحديث المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب من الأحاديث المتواترة بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أهل العلم حملوا هذا الحديث على الإمام وعلى المنفرد الذي يصلي وحده. أما إذا كان الإنسان منا يصلي خلف الإمام فإن المأموم خلف الإمام له حكم آخر. على سبيل المثال الحنفية يقولون المأموم في السرية والجهرية إذا لم يقرأ الفاتحة لا يضره. ليه يا جماعة لا يضره؟ قالوا لأنه قد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما إذا كنا في الجهرية فالأمر أوضح، فالإنسان هيقرأ ليه في الجهرية؟ ما الإمام بيقرأ لمين أصلا؟ الإمام لما بيجهر في الصلاة الجهرية لمن يجهر الإمام؟ لو كان يقرأ لنفسه لأسر، يعني قرأ في سره، إنما كونه يجهر، يعني كون السنة تأتي أن يجهر الإمام بالقراءة، معنى ذلك أنه أراد إسماع من خلفه، وأراد من خلفه أن يسمعوا قراءته، لأن الله تعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته منذ قليل قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالمأموم خلف الإمام لا تجب عليه قراءة الفاتحة على الراجح من أقوال أهل العلم، إنما تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام وعلى من يصلي منفردا وحده. أما من كان مصليا خلف الإمام فإنه ينشغل بأمرين، أن يسمع قراءة الإمام من ناحية، وأن قراءة الإمام تنوب عن قراءته،
اللهم إلا في السرية، فخلونا مع من قال أنه في السرية يقرأ إن تيسر له، لأنه ليس مشغولا بشيء في الصلاة السرية. أما في الجهرية فإنه يسمع وينصت لقراءة الإمام، وقراءة الإمام له قراءة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا هاني كان بيسأل عن القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر مختلف في حكمه عند أهل العلم، فقد ذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى، الإمام الشافعي يرى أن القنوت في صلاة الفجر سنة، والحنفية يرون أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، والمالكية والحنابلة أكثرهم يقولون يفعل أحيانا ويترك أحيانا أخرى، حتى قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله تعالى، قال والسنة الفعل والترك، يعني يفعل كم يوم ويترك كم يوم حتى يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يكون هذا أوفق الأقوال بين أقوال أهل العلم. لكن حنفترض إن أنا أو حضرتك صلينا خلف إمام يرى المذهب الشافعي أن القنوت سنة ويجهر دائما ويقنط دائما، أصلي خلفه؟ طبعا أصلي خلفه وأؤمن على قنوته، نعم وأؤمن على قنوته، لأني لا أستطيع أن يعني أتهمه بأنه مبتدع، لأنه متبع قول إمام له وجه في دليل شرعي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الناحية الأخرى، لو أنا صليت خلف إمام لا يقنط وأنا كمأموم شايف أن السنة أن يقنط، لا أتنازع مع الإمام ولا أختلف معاه وما تخنقش معاه يعني، وما نعملهاش فتنة كما يقولون، فإن قنط الإمام فبها ونعمت، وإن ترك الإمام القنوت بعض الأيام فبها ونعمة أيضا، وإن ترك الإمام القنوت بالكلية فهو متبع لمذهب الحنفية لهم وجه في الدليل، ولا أقول أنه مبتدع، ولا أقول أنه ضال مضل، ولا أترك الصلاة خلفه، ولا تكون هذه المسألة العملية مسار اختلاف وفرقة بين أهل المسجد الواحد، فالله عز وجل أعلى الأخوة الإيمانية فوق هذه الاختلافات في المسائل العملية. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فنحافظ على هذه الأخوة ولا ندع فرجة للشيطان أن يبث سموم الفرقة والاختلاف بيننا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. زيها سؤال الأخ الثالث، رفع اليدين في الدعاء أو في التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة، أيضا هذه مسألة فيها خلاف يسير بين أهل العلم، فمن قائل أن هذا الرفع لا يشرع. ليه لا يشرع؟ قالوا لأن هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا دعا النبي وهو على المنبر أن يرفعوا أيديهم، ولو كانوا يفعلون لنقل إلينا، وبالتالي ما دام لم ينقل إلينا فهذا دليل على أنهم لم يكونوا يفعلوا ذلك، وكنهم لم يفعلوا ذلك معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك تأسيا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فهم يقولون، وهم كثير من أهل العلم يقولون، يا جماعة إن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء دائما، وقد ورد الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى حيي ستير يستحيي أن يرفع العبد إليه يدي فيردهما عليه صفرا خاويتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويستوي هذا الأدب رفع اليدين يستوي في الدعاء في أي وقت، بما في وقت الجمعة حين يدعو الإمام على الخطيب على المنبر. ثم يقولون، ويا جماعة لا تضيقوا على الناس واسعا، نحن لا نريد أن نضيق واسعا على الناس، بمعنى ربما يأتيني متعنت ويقول
أنتم تقولون أنه لا يشرع رفع اليدين في التأمين على الدعاء يوم الجمعة؟ نقول نعم على أساس القول الأولاني. فيقول طيب ليه؟ ليه تقولون لا يجوز؟ نقول له لأنه لم يرد دليل المشروعية. يقول طيب وأنا لا أرفع يدي في الدعاء يوم الخميس، والتاني يقول لك وأنا لا أرفع يدي في الدعاء يوم الأربع، والتالت يقول لك وأنا مش أرفع يدي يوم السبت والحد والاثنين، يعني في أيام الأسبوع الأخرى. فلو تسألوني ليه ما بترفعش في هذه الأيام، أقول لأنه لم يرد دليل على أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء يوم السبت أو يوم الخميس أو يوم الثلاث أو الأربع أو الاثنين. فيبقى تعنت في تعنت، تضييق لواسع أمام تضييق لواسع. طب نعمل ايه؟ خلاص اكثر اهل العلم يقولون رفع اليدين آداب دائم من آداب الدعاء، ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في مواطن كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، بل ويبالغ في بعض الاحيان في رفع اليدين حتى سقط رداؤه من على كتفه من شدة رفعه يديه في عريشه يوم بدر عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان في دعاء الاستسقاء قال أنس كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطي عليه الصلاة والسلام. إذن القول الذي عليه أكثر أهل العلم على مشروعية رفع اليدين في كل دعاء أو تأمين يستوي في ذلك يوم الخميس ولا السبت ولا الجمعة ولا أي حال من أحوال الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا الله يكرمها بتسأل، بتقول الزوج مسافر برا للأسف الشديد، وأرسل رسالة إلى الزوجة بيقول لها أنت طالق، وبعدين بعد شوية أرسل لها رسالة أخرى وقال لها رديتك، فهل يقع هذا الطلاق؟ الطلاق بالكتابات اختلف حكمه عند أهل العلم. فمنهم من يقول إن الطلاق بالكتابة أوثق من الطلاق بالفم بالكلمة. ليه؟ الرجل كتب بنفسه. ومنهم من يقول وهم الشافعية والحنابلة إن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا قصده ونواه، يعني عايزين ياخدوا النية مع الكتابة، الكتابة اعتبروها قرينة من قرائن الطلاق، يعني كناية من كنايات الطلاق، فقالوا محتاجة إلى إيه؟ إلى نية. لكن احنا عندنا مشكلة أخرى أهم من هذا كله، ألا وهي إنه تلفيق الرسالة عبر الهاتف بتاع الزوج إلى الزوجة وارد. وارد يعني إيه؟ يعني احنا أصحاب في العمل، احنا جيران، احنا ساكنين في غرفة واحدة في السكن، يمكن لجار السوء او لزميل السوء انه ياخد الهاتف الموبايل ويقلب فيه لقى رقم الزوجة، يروح بعت لها رسالة من موبايل زوجها من تليفون زوجها ويقول لها انت يا فلان طالق او انت طالق، وبعد يوم ولا اتنين يروح برضه واخد التليفون خلصة من الزوج، والزوج مثلا بيتوضى بيصلي نايم بياكل بيشرب، ويروح كاتب على نفس الرقم بتاع الزوجة رديتك. طب احنا عايزين ايه كده؟ عايزين نتأكد، بمعنى لو انت رفعت سماعة التليفون او حد من اوليائك واهلك رفع سماعة التليفون وقال له يا ابني الرسالة اللي انت بعتها دي لبنتنا رسالة صحيحة؟ ايوة صحيحة. انت اللي بعتها؟ ايوة انا اللي بعتها. كده يقع الطلاق. ليه؟ لأنه تأكدنا منه على أن الرسالة منه شخصيا وليس فيها شبهة إن حد عمل من وراء أو غيره. وبالتالي لما يجي برضو رسالة رديتك، أولا يشترط فيها حاجتين، الحاجة الأولانية تكون في فترة الحيضة، ثلاث حيضات قبل مرور ثلاث حيضات قبل انتهاء الحيضة الثالثة يا بنتي. طيب أيوة هي جت في المدة دي الحمد لله، بعد أسبوعين ثلاثة جت، كويس جدا، ومنتأكد منها يا فلان الرسالة بتاع رديتك دي منك؟ أيوة مني. يعني أنت كده يا ابني رديت الزوجة؟ أيوة رديت الزوجة. خلاص يبقى إيه؟ يبقى رد الزوجة في هذه الحالة، يبقى تأكدنا من الطلاق بمكالمة، وتأكدنا من الرجعة والرد بمكالمة أيضا أخرى، حتى نتأكد إن محدش استعمل تليفون الزوج
دون علمه وراح أرسل هذه الرسائل بطريق الخطأ أو بطريق الكيد والعياذ بالله. طيب هيتحسب الطلاق ده؟ طبعا خلاص كده يتحسب لأنه كتب وسألناه قال أيوة أكد الكتابة، معنى ذلك أنه قصد الطلاق وأكده وكتبه وبالتالي يقع الطلاق يا بنتي. ونسأل الله عز وجل أن هي تكون أول وآخر طلقة إن شاء الله، يعني لا يسرف الزوج في الطلاق لأنه ليس له على الزوجة، أي زوج يعني في الدنيا ليس له على الزوجة إلا 3 طلقات فقط، فكونه يستهلك طلقة معنى ذلك أنه كأنه هدم ثلث العشرة، ثلث البيت، ثلث الحياة الزوجية. فنسأل الله عز وجل أن يهدي أزواجنا وأن يهدي زوجاتنا أيضا وأن يكفوا عن مسألة الطلاق ولا يسرفوا فيه، لأن الذي يدفع الضريبة الأكثر بهظة في الطلاق هم الأولاد إذا وجدوا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد شوية صلاة. السلام عليكم أم ياسمين. يا أم ياسمين. أم ياسمين اتفضلي. بقول لحضرتك في امرأة توفت وملهش ولا زوج ولا أبناء. أيوة. ولها إخوة أشقاء من الأب وأخت من الأم، فكيف يكون توزيع الميراث؟ إخوة من الأب وأخت من الأب. الأب ذكور وإناث وأخت من وأخت بس من الأم. حاضر. حد تاني يا أستاذ أيمن؟ طيب طيب أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل يا أم محمد. لو سمحت يا شيخ بعد ما كنت عايز أسأل سيادتك، أنا جوزي بيديني جزء من المرتب. أيوة. بيديني الأقساط مش جزء مصروف بيت، الأقساط العلاني، فأنا بحوش منها مصروف الولاد، عملية حاجة كده مصروف، هو يحتاج مبلغ نديهوله، لكن انا بصرف على نفسي، لا بصرف على حد غريب ولا حاجه. ايوه. ده حرام يا شيخ؟ حاضر. ولا حلال؟ حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه هناء يا بنت السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا بنت الله يكرمك. الحمد لله. اني احبك في الله. سامحك الله. الله يكرمك. أريد أن أسأل سؤال. نعم. هل يجوز يا شيخ لو صليت صلاة الاستخارة للبس النقاب؟ حاضر. وادعي لي بالهداية يا شيخ. وممكن أسأل سؤال ثاني؟ تفضلي. هل تجب صلة الرحم للأبناء العم والرجال، وذلك أبناء الخالة وأبناء العم والخال، وهل إذا لم ألقي عليهم السلام هل تعتبر قاطعة رحم أم ورعا؟ حاضر. ممكن يا شيخ رقمك الهاتف؟ حاضر. أعطوها يا أستاذ أيمن. طيب أمة الله سألت تقريبا 3-4 أسئلة، بتقول إيه؟ أنا مش مسامحة فلان الفلان، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان، هل ده غلط؟ لا مش غلط يا جماعة. احنا عايزين نفهم إيه معنى حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا اللي حاسس بالظلم منه إنه غلط فيا، بوكل أمري وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. مش معناها يعني انه يجيله شلل، ومعناها ان هو يخرب بيته، ومعناها لا ابدا، انما معناها اني وكلت وحكمت في خصومتي بيني وبينك ربنا تبارك وتعالى، الله حسيبي مما انا فيه معك من خصومة، ادي المعنى. فاجي اقول على فلان ولا علان ما فيش مشكلة، ليس الدعاء عليه، انما هذه توكيل امري وامره الى الله تبارك وتعالى، فلا بأس يا بنتي ان شاء الله. بتقول هل يا ترى السكن يعني في أدم الساعد وفي أدم اللي مش عارف إيه الكلام التاني اللي هو يعني الإنسان يتشائم؟ يعني الحقيقة
يعني مما ورد فيه الشؤم الدار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الدار والزوجة والدابة. في بعض الأحيان يكون الدار عتبة خير أو أدم خير بالفعل، وأحيانا أخرى بقدر الله تبارك وتعالى يكون الدار في نكد وفي مشاكل وفي يعني شقاق وفي 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 في. والإنسان من ساعة ما جه البيت ده وهو عمال يطلع من مرض يخش في مرض وارد، لكن ده كله ده بقدر مين؟ بقدر الله، لأن احنا مؤمنين أساسا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإحنا مؤمنين أساسا بالقدر خيره وشره. وكذلك الزوجة، ولو تفتكروا قصة سيدنا إبراهيم مع زوجتي ابنه إسماعيل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، لما جاء إبراهيم رضي عليه السلام بعد فترة طويلة يزور ولده واستأذن على البيت، فردت زوجة ابنه فأين إسماعيل؟ والله ذهب يحتطب لنا بيشتغل. طيب إذا جاء أو عاد إسماعيل فأقرئه مني السلام. ولا الأول آية وكيف حالكم؟ قالت والله في أسوأ حال، إحنا مش لاقين ناكل ولا لاقين نشرب وحياتنا نكد في نكد المعنى يعني. فقال لها طيب لما يجي إسماعيل أقرئه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما رجع إسماعيل عليه السلام وأخبرته قال إنه أبي، الوصف اللي بتوصفيه ده هو وصف أبي، وهو يأمرني أن أفارقك الحق بأهلك، وطلقها وتزوج بأخرى. وجاء إبراهيم عليه السلام بعد فترة أخرى طويلة فاستأذن على البيت ولم يكن إسماعيل موجود أيضا، فردت زوجته الثانية كيف حالكم يا بنتي؟ قالت في خير حال والحمد لله، يعني إحنا في خير حال والحمد لله، ويمكن كان حالهم في هذا الوقت أشد من الحال الأول، لكنها حمدت الله عز وجل قالت في خير حال والحمد لله. فقال لها إذا عاد إسماعيل فأقرئه من السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما رجع وأخبرته قال ذاك أبي وهو يأمرني أن أمسكك، يعني أن أبقيك زوجة. فده وارد يعني في بعض الأحيان يكون هناك بعض الشؤم في الدار، بعض الشؤم في الزوجة، وقد يكون بعض الشؤم في الدابة أيضا. في بعضهم يشتري العربية من أول ما يشتريها تفتح بقها كما يقولون، وطبعا تعرفين حضراتكم اللغة الدارجة أن العربية لما تفتح بقها مش هتقفله تاني، النهاردة عايزة طقم كهرباء، بكرة عايزة يغير كويتش، بعده البطارية، بعده الريداتير، بعده مش عارف، وهكذا شوية بعد شوية نص عمرة، بعد شوية عمرة، وهكذا. يقول لك خلاص دي بقت مش هترجع تاني، مش هتقفل بقها تاني. واحنا نشتري العربية سبحان الله هي أصلا جاية تلات أرباع عمر زي ما بيقولوا ومستعملة وتمشي معاه سنة واثنين وتلاتة زي الفل. فهذا وارد، ولكن كله بقدر الله عز وجل، فنحن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سؤال بنتنا الثالث إنه العمرة، وهي في العمرة مش هي نفسها، أي امرأة يعني في العمرة حاضت، وعبال ما تطهر من الحيضة هتكون فترة إقامتها في مكة انتهت، يعني هينتقلوا بقى على المدينة أو كانوا في المدينة وجم قدامهم خمس ست أيام في مكة، طب الحيض بتاعها سبعة أيام تمان أيام، وكده هترجع يعني مصر يعني، أو هتسافر على المدينة ما تقدرش تقعد لوحدها، لازم تمشي مع الرفقة بتاعتها، ودول بقى تذاكر ومواعيد سفر والكلام ده. فيا ترى هترجع بدون ما تعمل عمرة؟ لا، في هذه الحالة إذا ضاق عليها الوقت ولم تطهر من الحيض فلا بد في هذه الحالة أن تغتسل كما يقول شيخ الإسلام غسل تنظف، وتتحفظ جيدا وتعمل عمرتها في هذه الحالة، لأنها مضطرة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. واتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي قد أكرهت على هذا الفعل بسبب أن حيضتها لم تنتهي بعد،
ففي هذه الحالة تغتسل للتنظف وتتحفظ وتؤدي عمرتها كاملة، ونسأل الله لنا ولها القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان سؤالها، هي أمة الله يعني، بنتنا كان سؤالها بتقول إنه في بعض الناس يعني من العوام معتقدين إنك ما تيجي بقى مروحة من الحرم إن شاء الله من مكة يعني تقرأي هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لما تقرأيها ثلاث مرات ربنا إن شاء الله يكتب لك إنك ترجعي تاني للعمرة ولا للحج، يعني إنك ما تنقطعيش عن الحرم. لم يرد هذا في كتاب الله، ولم يرد هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أعلم أحدا من السلف كان يفعل ذلك. إنما يا جماعة الخير، من قدر الله عز وجل له ومنحه منحة العمرة والحج فإن الله عز وجل سييسر له السبل وييسر له الأمور ويعقد العزم والنية في قلبه ويهيئ له الأسباب التي إن شاء الله عز وجل تصل به إلى العمرة وتصل به إلى الحج. لكن مش عايزين نعمل محدثات ونعمل بدع ونعمل يعني إنجاز التعبير خرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه بيسأل: إحنا الزرع يعني أنت عارفين بقى في القرى الزرع جنب البيوت، وبتنتشر أعزكم الله الكلاب الضالة، وبعض هذه الكلاب بتفسد الزرع فعلا، يعني هي مش بتاكل الزرع، الكلب لا يأكل زرعا، لكن المشكلة إن هم بيتمرغوا على الزرع وبيناموا على الزرع وبيتضاربوا ويتصارعوا فيما بينهم على الزرع، واخدينها رايح جاي على الزرع ليل نهار، وبالتالي هذا يفسد الزرع خاصة في بداياته، لسه الشتلة طالعة مثلا يدوب نبتت من الأرض، وطبعا تمريغ الكلاب ونوم الكلاب ودهوسة الكلاب عليها بتفسد الزرع. إذا لم يكن سبيل لطرد هذه الكلاب إلا بقتلها، يجوز في هذه الحالة قتلها. ليه؟ لأنه الأصل في الشرع يا إخوة لا ضرر ولا ضرار، ولأن الأصل إن الكلاب ما تعملش كده، إنما هي كلاب ضالة أقرب أن تكون عقورة، وبالتالي إذا لم يكن هناك وسيلة يا عمنا نطرد بها الكلاب بعيد عن زرعنا إلا إن إحنا نقتلها بأي طريق، فإنه يجوز في هذه الحالة قتلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا نجوى الله يكرمها، عندهم العربية زي حضراتكم ما سمعتوا، هم يعني حاطين نص قيمة العربية والبنك النص الثاني من العربية. بتسأل ابنها اللي هو بيشتغل على العربية يعني عايز يطلع والدته عمرة الله يكرم، فأطلع تقول له: ابني أطلع إزاي؟ دي الفلوس دي يا ابني فلوس من البنك. لا يا حجة، ما احنا هنطلع إن شاء الله بإذن الله تعالى، بس احنا قصدنا ونيتنا وعزمنا ان احنا طالعين من قرشنا احنا، ما احنا لينا نص الخير بتاع العربية دي، فلما نطلع نطلع واحنا قصدنا ان احنا لنا خيرها وعلى البنك الباقي مالناش دعوة بيه، فاطلعي ما فيش مشكلة ان شاء الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم القبول، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا ام محمد بتقول الزوج بيديها طبعا مصروف البيت، يعني اول كل شهر يعني ديها مصروف البيت، بتصرف على الاكل وعلى الشرب وعلى المية الكهرباء دروس الولاد بتاع، وبتوفر من هذا المصروف عشان اليوم اللي الظروف فيه صعبة شوية يقوم القرش ده ينفع، واحنا عارفين المثل الشعبي عندنا القرش الابيض بينفع في اليوم الاخر، واخد بال حضرتك؟ فينفع الكلام ده، هينفع ده نعمة الزوجة اللي يديها زوجها فتوفر وتدخر، لان في زوجة اخرى ادها 100 صرفت، ادها 120 صرفتهم، ادها 150 صرفتهم، يعني مسرفة، فشتان بين الزوجة المسرفة والزوجة المدبرة. المدبرة دي نقول لها الله يكرمك، نعمة الزوجة انت، بشرط ان القرش ده ما تدعيش في يوم من الايام تقولون انا جابها امي ادتني ولا ابويا اداني، لا طبعا ده قرشك ده خيرك،
خير ربنا عليك، بس انا موفره من مصروف البيت بحيث يبقى قرشه نفع بيته في وقت اللزوم، سواء بقى هو محتاج قرشين، انت محتاجه علاج، الابن محتاج لبس ولا شيء من هذا القبيل، ما دام بتنفقيها في البيت ولا تدعي له ان هي من اهلك ولا من والدك ولا من والدتك، فما فيش مشكله يا بنتي. نعم الزوجه، انت زوجه مدبره وموفره، وبارك الله فيك والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا هناء كان بتسأل ينفع استخير عشان البس النقاب؟ شوف يا بنتي، الاصل ان الانسان لا يستخير الله عز وجل في القربات والطاعات، انما نحن نستخير الله عز وجل في العاديات، يعني هيشتغل يستخير، هيسافر بره يستخير، هيخطب بنت فلان يستخير، هيطلق الزوجة يستخير. الاستخارة في مثل هذه الأمور، إنما أستخير أصلي الجماعة ولا لأ ما ينفعش، أستخير أصوم الاثنين والخميس ولا لأ ما ينفعش، أستخير ألبس الخمار ولا لأ ما ينفعش، أستخير ألبس النقاب ولا لأ ما ينفعش، لأنه الخمار فرض الله عز وجل، والجلباب والخمار فرض الله عز وجل على المرأة المسلمة، وكذلك النقاب عند كثير من أهل العلم يجب على الشابات ويجب على الحسناوات الجميلات خاصة في زمن الفتن، وربما لا يترخص في موضوع ترك النقاب إلا للسيدات التي بلغن سن اليأس مثلا، لكن مع ذلك حتى السيدة التي بلغت سن اليأس يعني من 45 وطالع كده، إن بقيت على نقابها فهذا خير لها وأفضل، وأن يستعففن خير لهن كما قال الله عز وجل. إذن الاستخارة يا بنتي في القربات غير مستحبة، الاستخارة في لبس النقاب غير مستحبة، اعزمي وتوكلي على الله عز وجل، فالنقاب يكفيك أنك فيه متشبهة بزي أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يغتاظ من يغتاظ، ويدندن من يدندن، ويرفض من يرفض، ويتهم من يتهم، لا عليك بهذا كله، فهؤلاء مغرضون مستغربون، معروفة أغراضهم ومعروفة أدمغتهم وأفكارهم وأجنداتهم. أما النقاب فلا خلاف بين الأمة على الإطلاق في مشروعية النقاب على الإطلاق، بل قد ذهب الحنابلة وهو مذهب معتبر من مذاهب المسلمين إلى وجوب النقاب، وهناك من توسط وقال إنه يجب على المرأة الشابة حتى ولو لم تكن جميلة، ويجب على المرأة الجميلة حتى ولو لم تكن شابة، وأما من سوى هؤلاء فإن بقيت على نقابها فهذا خير لها وأبقى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بتسأل علاقتها بأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء الخالات وأبناء العمات. خدي بالك، المحرمون عليك هم الخال والعم، إنما ابن الخال لا أبدا، يجوز أنه يتزوج ابن بنت عمته أو بنت خاله، ويجوز أن يتزوجها ابن عمها أو ابن خالها، فكل من يجوز أن يتزوج من البنت هذا ليس من المحارم، إنما الخال لا يصح أن يتزوج بابنة أخته، والعم لا يصح أن يتزوج بابنة أخيه، والجد لا يصح أن يتزوج بابنة ابنه ولا بابنة ابنته، فهؤلاء يجوز في هذه الحالة السلام عليكم، ويجوز مصافحتهم، العم والخال والجد والأب طبعا والزوج والأخ وزوج البنت وهكذا، إنما ابن العم وابن الخال وابن الخالة وابن العمة
هؤلاء نكتفي بإلقاء السلام فقط. وعلى فكرة العلماء يعدونهم من أقارب الدرجة الثانية وليس من أقارب الدرجة الأولى. أقارب الدرجة الأولى هنقول بقى الأب والجد والعم والخال، بعد كده يأتي الفروع منهم بقى، فروع العم وفروع الخال. وبالتالي إن كان من علاقة بينكم يبقى السلام عليكم ورحمة الله بالفم أو بالكلم، بالكلام فقط. ممكن نقول له زي صحتك ومبروك لابنك، ونقول له مبروك لبنتك والكلام ده، بس كل ده إيه؟ باللسان يعني بالكلمة. إنما عشان نصافح، المصافحة تكون للمحارم وليس لغير المحارم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت بنتنا هنا بتسألنا وتسألكم الدعاء لها بالهداية والتوفيق والسداد. نسأل الله عز وجل لنا ولك ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا الهداية والصلاح والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معي سؤال، الأخ كان بيسأل عن مشروعية أكل لحوم الخيل والحمير. أما الحمير فنوعان، النوع الأول الحمر الأهلية اللي هي الحوالينا دي، هذه الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية حرام أكلها قولا واحدا، وقد ورد في هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أو لحوم الحمر الإنسية، أحيانا يسمونها بهذا الاسم في الكتب الحديث والفقه. أما النوع الثاني من الحمير فهو الحمار الوحشي اللي بيسمى الحمار الوحشي، الحمار المخطط كما يقولون، فهذه الحمر الوحشية يجوز أكلها. أما الخيل فيجوز أكله، لكن طبعا ما بنسمعش ان في حد بيذبح فرس او خيل. ليه؟ لانه غالي جدا جدا جدا، اضعاف 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 ثمن البقر وثمن الجاموس وثمن الجمل والبعير. وبالتالي ورد في قصة الخيل حديث اسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه، وأعتقد في رواية وأكل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يباح أكل الخيل نعم، ويباح أكل لحم الحمر الوحشية، أما الحمار الإنسي الأهلي فلا يجوز أكله قولا واحدا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. بارك الله لكم وشكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. ولا تنسوا وصيتي لحضراتكم الدائمة بالدعوات لقناة الندى بالاستمرار، وأن يقضي الله عنها دينها ودعمها بما أمكن من الدعم من الصدقات العامة أو الصدقات الدائمة التي يسميها العلماء بالصدقة الدائمة أو الزكوات اللي هي زكوات الأموال، أيا كان نوع زكوات الأموال. فنسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والشكر طبعا موصول لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.